بمناسبة اليوم العالمي للمرأة والذي يصادف 8 مارس من كل سنة، ينظم نادي الصحفيين الشباب بثانوية الفتح التأهيلية بتوريرت الدورة التكوينية 4 تحت شعار الصحافة المدرسية رافعة للتعلمات، والتي سعت من خلال هذه الدورة إلى تكريم المرأة وإبراز أهميتها في مختلف الميادين وفي ميدان التربية والتكوين على وجه الخصوص. ووفق البرنامج المسطى لأيام هذه الدورة التكوينية، فقد تم افتتاح الدورة بحضور السيد مدير مؤسسة الفتح التأهيلية والسيد عبد اللطيف الرامي مؤسس النادي والتلميذ أحمد عماري رئيس المجلس التلاميذ الجهوي بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالجهة الشرقية والتلميذ محمد بومزاود رئيس نادي الصحفيين الشباب بالثانوية التأهيلية الفتح. شهد الحفل إلقاء بعض الكلمات والتي تم من خلالها تثمين المجهودات والأعمال الجبارة التي بذلتها وتبذلها نساء التربية والتكوين في الإسهام في تحقيق الاستمرارية البيداغوجية عن طريق انخراطها الفعال في كل الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتحقيق تعليم عن بعد ناجح. وفي الأخير تم توزيع ورود على الحاضرات كعربون تقدير واحترام على ما تمثله المرأة باعتبارها مكونا رئيسيا للمجتمع، وتنظيم حفل شيء على شرف النساء العاملات بالمؤسسة من أستاذات وإداريات وأعوان وكذا عدد من التلاميذ وطالبات المؤسسة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلميذ أحمد عماري رئيس المجلس التلاميذ الجهوي بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالجهة الشرقية. كيف ما كنشوفوا اليوم يعني احنا حاضرين هنا من دعوة من طرف نادي الصحفيين الشباب ثانوية التأهيلية الفتح على المديرية الإقليمية لمدينة توريرت، باعتبار أن هذا النادي اليوم قام بواحد المبادرة اللي هي جد جيدة في حق المرأة سواء المغربية والمرأة العالمية بصفة عامة، باعتبار أن المرأة هي واحد العنصر الأساسي وجزء لا يتجزأ على أفراد المجتمع، باعتبارها أصلا هي اللي كتولد يعني النصف واللي كتربي النصف كتولد وتربي النصف الاخر. يعني داكشي حنا كنقوموا يعني باسم المجلس التلاميذي الجهوي اننا كنتقدموا بجزيل الشكر لنادي الصحفيين الشباب، لانه فعلا كنتفاجئوا فاش كنشوفوا مجموعه تاع الشباب تاع التلاميذ والتلميذات اللي كيحتفلوا بهذا اليوم العالمي المتميز وكيحتفلوا بالاساتذه نتاعهم وكيعرفوا القيمه نتاع جل الاساتذه والاستاذات نتاعهم. داكشي كنتقدموا لهم مره اخرى بجزيل الشكر والسلام عليكم. اذا نعيش اليوم أجواء الاحتفال بعيد المرأة والذي نسميه أيضا اليوم العالمي لحقوق المرأة، وهذا الاحتفال كيجي اليوم على هامش تنظيم نادي الصحفيين الشباب لدورته 4. طبعة الحال هي مناسبة كنغتنمها كأستاذ من داخل ثانوية الفتح التأهيلية بتوريرت لكي أهنئ جميع نساء العالم وأخص بالذكر نساء التعليم عبر العالم لما يقومن به من مجهودات ولنضالهن سواء على مستوى العمل أو على مستوى بيوتهن. هي فرصة أيضا اليوم لنقف عندما حققته المرأة من إنجازات ومكتسبات، وأيضا فرصة أيضا للوقوف على التعثرات التي لا يمكن إلا أن نناضل من أجلها كمؤمنين بحقوق المرأة من أجل تحقيق مزيد من المكاسب ومزيد من المطالب. إذن هي مرة أخرى فرصة أهنئ من خلالها بصفة خاصة زميلاتي بثانوية الفتح التأهيلية وجميع التلميذات والتلاميذ بهذه الثانوية العريقة، وشكرا لهذا الموقع موقع أصوات الذي منحني هذه الفرصة لأعبر عن هذه الكلمات بهذه المناسبة وتحية. الرحيم الأستاذة صفاء درويش من ثانوية الفتح التأهيلية
نشكركم على هذه البادرة الطيبة مناسبة اليوم العالمي للمرأة. تحية لكل نساء العالم العربي وتحية لكل نساء العاملات بسلك التعليم وخصوصا ثانويات الفتح التأهيلية. نشكر نادي الصحفيين الشباب على هذه المبادرة الطيبة وأتمنى لجميع النساء عيد مبارك سعيد. وأود أن أشكرهم وأهنئهم باليوم العالمي للمرأة وأقول لهم مزيدا لكم من التوفيق والتألق، وأشكركم جزيل الشكر لما قدمتموه لنا من تضحية وتربية وتواصل، وشكرا لكم جميعا. وأشكر أيضا المنابر الإعلامية التي حاضرت بقوة في هذا النشاط الإشعاعي. بمناسبة 8 مارس عيد المرأة، كنبغي نحيي الأم ديالي اللي ديما كتسهر معانا والأساتذة اللي كيسهروا معانا باش يزيدوا بينا القدام وباش نكونوا في المستقبل أحسن شي حاجة اللي تكون زينة وصافي. كنبغيها بزاف وهي ديما اللي كانت تسهر معايا باش تقرني وبزاف الحوايج. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.